يقول: هل في الآخرة يرى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يرى الله جل وعلا في الآخرة، لأن الله يعطي المؤمنين قوة على رؤيته سبحانه. أما في الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله، لما تجلى للجبل جعله دكا. موسى سأل ربه الرؤية، فالله جل وعلا قال له: لن تراني، يعني في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يرون بها الله سبحانه وتعالى. نعم.